الأوضاع هنعرف. ثمانية سبعة. اهلا بكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. كل سنه وانتم طيبين زي كل يوم. واحنا النهارده ان شاء الله هنعمل الكنافه بالقشطه، القشطه الكدابه، وعليها هيبقى زينه المانجا، محبوبه جدا في رمضان. برضو تاني وصفه هيبقى اكواب الكنافه ومحشيه بقى حاجات تانية كتير، هنزين ونزوق بقى مع بعض. طيب لاول وصفه انا معايا نص كيلو كنافه، ويا اما سمنه يا اما زبده، بس انا بفضل في القوالب اللي عايزينها تبقى واخده شكل متماسك زبده، عشان الزبده في جو درجه حراره الغرفه بتبقى متماسكه اكتر، او بيبقى ليها قوام متماسك اكتر عن السمنه. السمنه بتبقى سايله، فاحنا لو هنقدم حاجه واخده قوام يفضل لو تبقى بحاجه ممسوكه بحاجه تمسك في على درجة حرارة الغرفة زي الزبدة. فهي كوباية حوالي 200 جرام، وشوية زيت صغيرين عشان بتديها برضو قرمشة، بس شوية صغيرين عشان ما تفكليش القالب. والقشطة اللي عادة بتتحط بقى مع الكنافة أو الكريمة بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن كريمة سايلة، دي نص كيلو كريمة سايلة اللي هي من التلاجات، وعليها 3 معالق دقيق و3 معالق سكر، واللي يحب يحط شويه فانيليا اي نكهه تانية. وبيتعمل على النار بحيث انه يبقى القوام المتماسك دوت علشان نقدر نستخدمه. نستخدمه بقى كحشوه وتخش الفرن او كزينه. انا كنت اتسالت من يومين تقريبا الكنافه اللي هي بالكريمه، الكريمه هي اللي هي بتبقى يا اما بتتعمل بالكريمه الطهي ديت بتبقى تقيله شويه، او باللبن بتبقى عامله زي الكاسترد وبتتحشي في النص، غير كريمه اللي هي كريمه اللباني. عشان بتسال كتير قوي في الموضوع ده فعشان كده عايزه اتكلم فيه اكتر. كريمه اللباني او الكريمه الطازه اللي بيبقوا في الثلاجات غير هو بيتحشي بيه، يعني اللي ما ينفعش نحشي بكريمه لباني او كريمه الطهي نحطها على طول كده هتسيح خالص ومش هتبقى باينه خالص كطبقه في النص، فلازم تتعمل بالطريقه دي. حتى القشطه احنا معانا تليفون. الو مي، الو ازيك يا مي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه. لو سمحتي عايزه اعرف طريقه التشيز كيك. التشيز كيك صح كده؟ سمعت صح؟ انا سمعت صح؟ طيب اوكي شكرا، ماشي حاضر. طيب هو طبعا في كذا نوع تشيز كيك. في تشيز كيك احنا عملنا ياما تشيز كيك، ولسه هعمل في رمضان برضو، هعمله بس رمضاني بقى بالتمر وكده. التشيز كيك من الحاجات اللي هي الواحد يقدر ينوع فيها حلو جدا، يقدر ينوع فيها اولا يا اما فرن زي ما بقول يا اما ساقعه وتحطوا بقى نكهات. انا هقول لك اللي هي اللي بتخش الفرن لانها الكلاسيك قوي وليها نكهه جميله جدا ومميزه جدا. بصي مبدئيا بتجيبي مقاس 32 سنتي او 30 على حسب انت عايزاه عالي ولا صغير. 32 سنتي بيبقى اكبر سنه فبيخلي التشيز كيك ارفع شويه. زي ما تحبي بتجيبي علبتين بسكوت وبتضربيه في المضرب الكهربائي الهاند بلندر، تضربيه كويس جدا. انا بقى مش بزود زبده، انا بزود ميه سخنه مغليه بحطها شويه صغيرين جدا وانا بضرب بحيث ان يبقى بيدوب لي الزبده اللي جوه البسكوت فيخليه عامل زي رمل البحر المندي كده، امسكه يمسك وافرفطه يفرفط تاني، لو مفرفطش ومعجن مش هيبقى حلو، فلازم اركز جدا.
بس، وبفرده بعد كده في القالب. للحشوه بقى بجيب، احنا بقى بننوع، ممكن كيلو ونص تقريبا، القالب بياخد كيلو ونص، تحطي بقى نص كيلو كريم تشيز او لبنه اللي هي التركي، لبنه التركي حلوه جدا ملهاش مزازه خالص، موجوده في السوق. تحطي زبادي، تحطي ساور كريم، تحطي شوفي كم تنويع كريمه الخفق. حاولي تنوعي، يعني نص كيلو لبنه مثلا، نص كيلو زبادي، نص كيلو كريمه خفق، او نص كيلو ساور كريم، نص كيلو لبنه، بس خلي الاساس لبنه موجوده او الكريم تشيز، وحطي عليهم بقى نوعي ويبنج اللي هو الكريمه السايله او الساور كريم او الزبادي، بحيث تقفلي كيلو ونص. تحطي عليهم اربع بيضات، وتحطي عليهم ثلاث معالق كبار نشا، وتحطي حوالي كوبايه الا ربع سكر، وعصره نص ليمونه وشويه فانيليا، وتقلبيه كويس وتصبيه ويخش الفرن. مش بحطه في فويل خالص، بدخله الفرن وبعدين بستنى لغايه ما يبتدي، لما تهزيه كده ما يتحركش النص، يبقى الى حد كبير مش سايل، يبقى كده فيها هزه بسيطه جدا زي الكريم كراميل كده، وبعدين تطفي الفرن. ممكن تسيبيه جواه او تطلعيه، الافضل تسيبيه جواه، بس اهم حاجه تفككي الاطراف كده علشان ما تعملش شقة، ما تشقش في النص، بس تسيبها تسقع، وكل ما تقعد تسقع كل ما تبقى أحلى وأحلى. أنا دوبت كده الزبدة ومعايا الكنافة، وهجيب بس بولة. معانا تليفون، ألو سارة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، إزيك يا سارة؟ مدام سالي إزيك؟ إزيك أنتِ، عاملة إيه؟ الحمد لله، رمضان كريم وكل سنه وانتي طيبه. الله اكرم وانتي طيبه يا رب. بصي انتي تحفه وبتعملي حاجات تحفه، والنهارده زي القمر كالعاده طبعا. خليكي ورسي، شفتي الضفاير؟ انا كنت عايزه رقم تليفونك. طيب هوصلك بالكنترول. اوكي انا بس كنت بس اسلم عليكي، كل سنه وانتي طيبه. قوي ميرسي جدا، يا رب تفضلي كده معانا على طول، تعملي لنا حاجاتك اللذيذه الجميله دي. الله يخليك، حاضر اكيد ان شاء الله هبقى معاكم على طول، ان شاء الله ان شاء الله اعمل لكم دايما اللي نفسكم فيه. في حاجه نفسك فيها طب معينه؟ لا ميرسي قوي، انا جربت لك الدوناتس كانت تحفه. طب لسه هقعد اصلا ابص على اليوتيوب كده اشوف كل الحاجات اللي انت بتعمليها، اصلا كلها رائعه يعني. الله يخليكي، وهتلاقي كله فعلا بينزل على اليوتيوب، وعندنا بقى من حلقات رمضان اللي فات بقى كم الحلقات، القناه الحمد لله بقى لها سنه، وعملنا كم وصفات حلوه جدا. طبعا الواحد صعب يشوف كل الوصفات كل يوم، فكل حاجه تفوتك بقى شوفيها على اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء ميرسي على مكالمتك جدا. العفو، ربنا يخليكي، باي باي. طيب ده كده خلاص سخن معانا، مش عايزاه يغلي. نحط بقى الكنافه، البوله دي اكبر شويه فهعرف اقلب احسن شويه فيها، بس واحده واحده برضو. ومعايا القالب، انا عايزه قالب يبقى شكل الطرد دي، طبعا على حسب راحتنا زي ما نحب كده. كويس، هحط بقى شويه الزيت، الزيت بتساعد شويه على القرمشه، بس ما نكترش عشان انا مش عايزه القالب يفك مني كده. وهحط بقى شويه من الزبده هنا، واحده واحده ونقلب لغايه ما يمتزج كله. رمضان بيحب الكنافه جدا، يعني الناس فعلا بتحب الكنافه بشكل فظيع في رمضان، عشان كده قلت هعمل منها كذا شكل وكذا طريقه. واللي فاتوا وصفه الكنافه بالريكوتا انصحه لازم يشوف الحلقه الاولانيه، نزلت خلاص على اليوتيوب، ضروري ضروري، دي من اجمل الوصفات بجد، رهيبه رهيبه يعني، هتعجبكم جدا ان شاء الله. وفي خلاص ناس جربوها ونزلوا التطبيقات على البيج، جميله جدا، وشفتها حلوه قوي. وكمان البقلاوه شفت الصور جميله جدا جدا، فيعني تشجعوا كده، بس ما تكتروش في الاكل ارجوكم. لازم اقول النصيحه دي. طيب انا هكمل كده، احنا هنروح بقى دلوقتي لفاصل وترجعوا لي تاني نكمل مع بعض الكنافه. رجعنا تاني، واديني اهو عملت الباقي كله.
هيترص بقى بالشكل ده في القالب بالطريقه دي. بالمره بقى انا المفروض كنت مجهزه ان انا اهو هعمل معايا كنافه تاني عشان اعمل نفس الطريقه علشان اوريكم بقى الكبات، بس انا بقى يعني بالمره ممكن اوريها لكم كده عشان نسيب شويه وقت للتزيين. طيب انا هحط بقى شويه هنا كده واسيب شويه اعملهم اهم على جنب. كل اللي بعمله ان انا بروح بركز بس كل حاجه خلاص قلبناها كويس والسمن الزبده كلها اتوزعت كويس جدا، وببتدي بس ان انا ادكك بقى الشكل اللي احنا عايزينه. اللي عايزها اطخن يعمل كميه اكتر، بس دايما راعي ان تقريبا الكنافه بتاخد حجمها نصه تقريبا بيبقى الدسم، يعني لو نص كيلو حوالي كوبايه او اكتر شويه دسم سمنه بقى او زبده كده. بتتدكك كويس جدا جدا جدا، وبعدين بدخلها الفرن على، انا بنصح دايما على 180 مش اعلى. ليه؟ علشان تقدر كلها تاخد لون حلو متساوي ما تتحرقش من فوق. يعني هقللها على 100 اهو 180 كده حلو، واسيبها بقى تاخد لون. وانا شلت جوانتي، طيب اجيب واحد تاني. معانا تليفون، الو ياسمين، ازيك ياسمين؟ السلام عليكم. عليكم الحمد لله. والله تمام، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه؟ تسلم ايديكي وعينيكي على كل حاجه بتعملها لنا. الله يخليكي، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك. انا عندي بس كذا ثلاث اسئله. اتفضلي. طيب قولي. هو حضرتك قلتي قبل كده ان الالومنيا بتتفاعل مع الاكل، هل دوت بس لما تتحط في الثلاجه ولا كل الطبيخ يعني على النار؟ في كله، في اثناء كله. طيب تمام، ده سؤال. ما انصحش بالالومنيا. الميه بعد قد ايه من الاكل؟ الشوربه بعد قد ايه من الاكل ولا شرب الميه؟ ايوه شرب الميه بيبقى بعد قد ايه من الاكل؟ يعني احنا مثلا فطرنا، فاهمه؟ نشرب الميه بعد قد ايه؟ حوالي من نص الساعة، يعني نص ساعة ساعة. طيب تمام. اخر سؤال بقى. اتفضلي. في ناس كتير بتبقى ايه بتاكل سمك لبن تمر هندي، يعني يقوموا من على الغداء يشربوا عصير، يخلصوا عصير مش عارفه ياكلوا فاكهة يعني كده. هل المعدة بتتقبل الحاجات ديت؟ يعني بتتعامل مع اي حاجة بتدخل لها ولا إيه؟ يعني حضرتك تفضلي ايه، ان يكون في فواصل برضه ما بين الاكل والتاني؟ خلاص هجاوبك حالا دلوقتي. عندك سؤال رابع؟ ميرسي على المكالمة. طيب حلو قوي السؤال ده، حلو جدا. المية بتتشرب بعد الأكل بنص ساعة أو ساعة. ليه؟ علشان بتقلل من العصارة الهضمية. العصارة الهضمية بتخف كده، هي بتبقى عصارة بتبقى قوية جدا، المفروض إنها بتساعد على الهضم، وبتخف جدا لو إحنا شربنا مية بنخففها. ناكل لما بناكل بقى، هل نشرب بقى عصاير كتير؟ لا برضو ما نشربش عصاير كتير. عصاير فيها سكر عالي وبتسبب اولا طبعا ميه تاني كتير. تاني حاجه السكر الكتير بعد الاكل بيعمل ايه؟ النشويات الكتير والسكر الكتير في خلال الاكل بيعمل ايه؟ معلومه مهمه جدا، بتفتح البوابات في الجسم انها تبتدي تحوش كل الدهون الموجوده في الوجبه. بمعنى ان الواحد علمي يعني علميا لما الواحد بياكل حاجات وجبه فيها دسم وكل حاجه، ويجي يبتدي بقى يشرب عصير ياكل حلويات بعد الوجبه على طول، كل ده بيتحوش بقى كله دهون. لكن لو احنا اكلنا الوجبه وما شربناش بعدها عصير وما شربناش بعدها اكلناش اي حلويات بعدها غير بعدها بثلاث ساعات تقريبا، لا ما بيحصلش بقى القصه دي. فنخلي بالنا قوي ان احنا ما ناخدش حاجة حلويات مع الاكل. برضو بنصح بالاكل ما يبقاش على بعض، يعني ما يبقاش فيه اكل على اكل على اكل انواع كتير قوي، ده برضو مش كويس، بيسبب طبعا مشاكل. بالذات الفاكهة، الفاكهة تتاكل بعد الاكل بساعتين ثلاثة مش قبل كده، علشان هضم الفاكهة مختلف عن هضم الباقي. الانزيمات اللي بتهضم الفاكهة مختلفة، الفاكهة بتتهضم في ساعة نص ساعة ساعة، الأكل بياخد من 4 ساعات لـ6 ساعات على حسب الوجبة فيها بروتينات ولا لأ. فتخيلوا بقى لما الفاكهة بتتهضم في ساعة
وبقيه الاكل بيقعد 4 6 ساعات. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الفاكهه بتخمر في المعده وتعمل مشاكل بقى. عشان كده كتير يبقى عندهم مشاكل قولون، عندهم مشاكل هضم، عندهم غازات كتير، عندهم ميبقوش عارفين ده سببه ايه. سببه ان الواحد لما ياكل فاكهه مع الاكل بتعمل مشاكل دي. وللاسف بيبقى فيه زي يعني عادات معينه تعودنا عليها، ان بعد الاكل ما يتشال من على السفره ننزل الفاكهه. غلط، دي عادات خطأ 100%. الفاكهة يتاكل يا قبل الأكل بساعة يا بعد الأكل بساعتين ثلاثة، ويفضل 3 ساعات كده. أنا جالي سؤال امبارح وما لحقتش أجاوب عليه. واحدة سألتني عن النحافة، قالت لي أنا رفيعة قوي، كانت من أسوان، وقالت لي أنا عندي مشكلة نحافة رفيعة عايزة أملى. طبعا دي بتبقى برضو طبيعة وبتبقى جينات طبعا وحرق أعلى. انا عن نفسي بحسدهم يعني كده، من الاخر كده بحسدهم الحقيقه. ف بياكلوا اللي هم عايزينه وما بيتخنوا بس فيغيظوا يعني. بس طبعا بس هقدر برضو ان الواحد بيبقى متضايق ونفسه يتخن شويه. طيب تعمل ايه؟ فاكهه مع زبادي، حلاوه طحينيه، تمر، مكسرات، تشرب عصاير، ما اقولش بسكر لا، عصاير طبيعيه على مدار اليوم طول الوقت، هتلاقي نفسها بتجوع، بتاخد سعرات ازيد والموضوع بيبقى احسن كتير. احنا معانا تليفون تاني. الو الو، ازيك يا سهى؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. انا مبسوطه ان انا عرفت اوصل لك، انا بقالي كتير بحاول. انا كمان مبسوطه. انا اول مره اسمع اكلم برنامج يعني. والله ده يعني انا بشكرك جدا انك كلمتيني. ميرسي، ربنا يخليكي، وصفات كلها تحفه وبنحب اكلك قوي يعني. الله يخليكي يا حبيبتي، ميرسي جدا. وليلى بنتي على طول بتتفرج عليكي وبتعمل الوصفات. انا عارفه ليه جمهور الزغنانين دول. يعني بحبهم جدا. طب والله بتخش معاكي المطبخ وبتعملوا مع بعض؟ تكلمك؟ يا ريت يا ريت. الو الو، ازيك؟ كويسه. انت عندك كام سنه؟ انا ليلى. انت ليلى؟ ايوه انا عارفه انك ليلى. قولي لي عندك كام سنه؟ عندي 7 سنين. 7 سنين يا ناس. قولي لي، بتخشي المطبخ مع مامي؟ وبتعملي معاها ايه؟ عملت كب كيك ملون، وعملت تارتة الموزايك، وعايزينك تعملي كنافة بالنوتيلا. ده النهارده هعملها لك، تخيلي بقى، تخيلي هعملها لك النهارده وهنعملها نزينها بحاجات كتير. نعملها دلوقتي ونزينها بحاجات كتير. اللي بالنوتيلا؟ مش سامعة. اللي بكريمة اللي. هنعمل دلوقتي اللي نفسك فيه حالا. بشكرك قوي على المكالمة، ميرسي. مش ممكن، 7 سنين وما شاء الله بجد بتقول يعني عارفة عملت ايه، ويعني ما شاء الله بجد يعني مبسوطة منها قوي. ربنا يخليها لك يا رب بجد، يعني واعية كده ويعني عارفة بتقول ايه كويس جدا ما شاء الله. انا كل اللي هعمله دلوقتي عشان قبل ما نروح لفاصل، خلطت 1/2 كيلو الكريمه مع 3 معالق دقيق مع 3 معالق سكر كبير، حطهم على النار عشان عايزاهم يبقوا معايا زي الكريمه دي متماسكه عشان اعرف ازين بيها. نروح بقى الفاصل.
رجعنا تاني وبس هراجع تاني شكل الكب كيك. احنا نركز ان احنا برضو نعمله في الاطراف نعلي علشان نعرف نحشي، وزي ما انتوا شفتوا انا دككتها شوية بحاجة تانية بحيث تبقى متماسكة شوية، وبدخلها الفرن برضو مش على عالي يا ريت علشان ما تاخدش لون فجأة جامد. وهنا حطيت الكريمة اهو ابتدت تتماسك، كريمة ودقيق وسكر، وبقلبهم علشان ياخد القوام اللي هو زي البودنج بس المتماسك علشان اعرف ازين بيه. اللي بيحصل بقى الكنافة دي لما بتخرج من الفرن بيبقى شكلها كده وهي سخنة، دي طريقة وهي سخنة بنروح واخدين القشطة دي خلاص ونروح صبينها فوقيها وتروح داخلة الفرن تاني. بعد كده بروح مطلعاها وقلباها عكس بحيث ان الكنافه تبقى فوق والقشطه تبقى تحت وتتزين. انا بقى مش هعملها بالطريقه دي، بس انا لازم اقول لكم الطريقه الصح بتاعتها عامله ازاي او اللي بتتقدم بيها. انا مش عايزه اقدمها كده، هقدمها بطريقه مختلفه. هعملها ازاي بقى دلوقتي؟ نطفي بس. هنعملها ازاي؟ هجيب حاجه اقلب عليها. طبعا لما بنطلعها على طول من الفرن لازم نسقيها على طول بالشربات. انا ما سقيتهاش كتير قوي، حطيت شويه صغيرين بحيث اعرف اقلبها، فهي كده فيها خلاص المفروض شربات، بس انا برضو هحط على الناحيه دي شويه صغيرين، بس هي سقعت فالمفروض نعمل ده وهو سخن. نخلي بالنا لو عندنا قالب ازاز ما نقلبش، وهو القالب دوت ممكن يتكسر، يعني هو ده سخن قوي وقالب ساقع ممكن يتكسر معانا كده بالشكل ده. ممكن ننزل شويه بس من الاطراف كمان شويه صغيرين، وهبتدي بقى احط القشطه دي برضو فيها. احنا حاطين فيها السكر دلوقتي، فيا اما هحطها كده زي ما هي يا اما هضغطها. انا شايفه ان انا اضغطها. في بس حاجة عايزة اعملها عشان ما تتحركش معايا، هحط حتة من تحت كده تساعدني بس انها ما تتحركش تبقى ثابتة شوية. هجيب بقى حاجة علشان اعرف اضغط بيها واحطها جواها تديني شكل اكتر شوية. ده نفس اللي انا عملته هنا بس سقع. ولو عايزين تسقعوه ما يعملش على وشه جلده تعملوا ايه؟ تحطوا عليه كيس نايلون من فوق وهو بيسقع. فبالطريقه دي زي ما بنعمل الكريم باتيسير مثلا، كريمه الحلواني او اي كريمه بتبقى فيها نشا بتعمل، ممكن تعمل طبقه وبالذات اللي فيها بيض كمان. فعشان نتفادى ده نحط عليها كيس نايلون. بس هبتدي بقى ان انا اضغط اي شكل، مش مشكلة يعني مش شرط الشكل اللي احنا بنعمله دايما ده، اي شكل انتوا عايزينه او عايزين تدهنوه على طول علشان اعرف ازين عليها. احط عليها بقى المانجا فوقيها. طيب عايزة اتكلم بقى معاكم كمان على السحور. السحور نخلي بالنا جدا طبعا، احنا كده كده بعد الفطار نخلي بالنا او ساعة الفطار ما ناخدش حاجات فيها املاح عالية، يعني زي مثلا المخلل مثلا، ناخدش مخلل كتير، ما ناخدش حاجات فيها املاح عالية. ليه؟ ده بيخلي الجسم يحوش، يبتدي يحوش في مية في جسمنا. فلما جسمنا يحوش مية هو مش يعني هنبقى هيسبب ان احنا هنبقى عطشانين بعد كده بقية اليوم الصيام اللي بعده. عشان نتفادى ده نركز ان احنا ما ناخدش حاجات ملحة قوي ولا حاجات مسكرة قوي، لان برضو السكريات الكتير بتخلي الواحد برضو عايز يشرب كتير، فنراعي النقطة دي قوي. معانا تليفون ليال. الو 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 ليان سامعاكي؟
انا كنت عايزه طريقه البراوني. حاضر هقولها لك. عندك اي طلب تاني؟ لا خلاص ماشي. ميرسي على مكالمتك الحلوه. طيب طريقه البراوني، انا بقى جبت معايا الدفتر بتاعي اللي بقعد اكتب فيه كل الوصفات، بس هو انا عندي دفترين الحقيقه، فانا جبت واحد منهم. فهشوف لك بقى دلوقتي الوصفه، انا قلت وصفه من يومين اللي هي بالكاكاو، هشوف هطلع لك دلوقتي وصفه تانية بالكاكاو المحلى. كانت التانية مش بالكاكاو المحلى، انا بس عايزه اكمل ده دلوقتي قبل ما اطلعها عشان تشوفوا تقريبا هعملها ازاي. بحط المانجا حوالين داير بقى كده، وهي دي مختلفه تعتبر بالكريمه اللي احنا عاملينها، مش بالكريمه الطازه اللي هي من التلاجات. هتبقى المانجا كده حوالين داير، وهحط معاها كمان الكيوي عشان الكيوي بيدي طعم حلو قوي وشكله ولون مش بس طعم. نعمله كده ونحط الكيوي بقى في الأطراف. نحاول نحطه هنا. بالشكل ده. طيب انا بس هكمل برضو، انا هقولك البراوني مش ناسية. عايزة بس اقول برضو على السحور. السحور مهمة قوي ناكل زبادي او رايب. ليه بقى؟ الزبادي والرايب من الحاجات اللي بتمد الجسم بالبروتين والكالسيوم والمعادن المهمة. لو لاحظنا احنا جسمنا لما بنصوم بنلاقي فجأة بيجيلنا بسهولة قوي كرامب. بيجيلنا كرامب يعني بمعنى شد عضلي جامد بعد الفطار بالذات، بنلاقي جسمنا يروح عامل شد عضلي معين. ده بيبقى سببه ان الاملاح قليلة بسبب قلة الشرب في الجسم. فعلشان نقدر نعوض الاملاح دي ناخد نشرب طبعا مية كفاية على مدار اليوم، نقسمه على مدار اليوم عشان جسمي يستفاد. وفي نفس الوقت نيجي عند السحور ناخد يا زبادي يا اما ناخد رايب من الحاجات اللي بتمد الجسم، وناخد معاها معلقة عسل ضروري. مش هينفع نقول بقى هنا رجيم وعشان نخس وعلشان مش عارفة ايه، لا الجسم هيتعب جدا. فعلشان ما نتعبش لازم ناخد معلقة عسل عشان يبقى فيه نشويات حتى لو قليلة تسندنا شوية لما نيجي نصوم. طيب عايزة اوريكم، انا هكمل ده برضو لسه، بس عايزة اوريكم شكل الكابس لما بتخرج بتبقى عاملة ازاي. هي اللي انا عايزة بس اعرفه ان اطراف ممكن جدا تاخد لون قبل النص، فمش مشكلة. ممكن تعملوا ايه لحظتها؟ تنزلوا الصينية تحت على الارضية فتاخد لون، بس تركزوا جدا لان انا سرحت شوية واتلسع مني شوية، فتركزوا جدا انكم بسرعة تشيلوه، يعني ما تحطوش وتمشوا، لا تركزوا انكم لما تحطوه في الارضية ما فيش شوية وتروحوا شايلينه تاني بس. وعلى العموم الكنافة بتتاكل نية، يعني مش لازم كلها تبقى واخدة لون واحد بالطريقة دي. واروح رصاهم وهحشيهم برضو دلوقتي بكريمة الشوكولاتة اللي بالبندق اللي الناس بيحبوها جدا وطالعة موضة قوي دلوقتي كمان مع الكنافة. فطبعا مش هنسيب الوصفة دي، لازم تتعمل كده. و هقول لك بقى دلوقتي وصفة البراوني. انا عندي كم من البراوني فظيع الحقيقة، كل ده مثلا براوني وده. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع هقول لك على طول الوصفة.
رجعنا تاني وانا ابتديت اهو ازين، عملت شوية بالكريمة وجزء تاني عايزة اعمله طبعا بالشوكولاتة. نبتدي بقى نحط، وما يبقاش بس برضو كده، احط عليها كريمة من فوق. اللي عايز يقدمها كده يقدمها كده برضو زي ما تحبوا، تبقى كده في النص الشوكولاتة. طبعا يعني مش قادرة اوصف القرمشة بتاعت الكنافة وعليها الطعم الجامد ده واحنا صايمين. وكل واحدة بسعرات قد كده فما نكترش فيها. اهو كده حلو قوي. يا هنبينها بقى كده، يا اما نحط عليها الكريمه. لو هنحط عليها الكريمه ممكن، يعني ممكن ايه اعمل ايه لحظه، يعني ابينها دي شويه اكتر شويه واحط الكريمه تبقى في النص يعني كده، ونروح حاطين الكريمه كده مثلا كده احسن. بالنسبة بقى للبراوني عايزاكي تكتبي معايا عشان هقولها لك دلوقتي الوصفة. كوباية، دي وصفة تانية خالص غير اللي بتاعت امبارح، انا عندي وصفات كتير فكل شوية هقول لكم وصفة. كوباية زيت او زبدة، ربع كوباية لبن، كوبايتين سكر، اربع بيضات، كوبايتين كاكاو محلى، واربع كوبايات دقيق. وللي عايز يخليها شوية فيها ندغة اكتر يحط شوية عسل اسود، دي تكة كده سحرية كده للبراوني بتخلي البراوني فيها ندغة ولون وملمس حلو جدا. في كانوا بيحطوا كمان الدبس بتاع الخروب، دي من التكات اللي هي السرية يعني بتاعت البراوني. طيب نحط بقى كده، اهم حاجة تخلطي كله بالترتيب. طيب الشكل اللي هو زي بعض ده هنبتدي بقى ده كده نغير عشان نخلي الدنيا فيها تناسق شوية. نحطها مثلا هنا تقريبا كده، يعني حاسة برضو لسه مفيش تناسق قوي. حاسة ان انا بلعب في نفس الاتجاه. ما علينا، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبتدي نزين بقى، نحط بقى على كل واحدة كرزة. كريز دلوقتي حلو قوي في السوق يعني انصحكم ما تسيبوهوش. نحط فستق، مش عايزة اكتر منه عشان احنا عندنا فستق كتير. الو معانا هبة؟ الو هبة، مسالي. ازيك يا هبة؟ عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟ أنا بحبك قوي. الله يخليك يا حبيبتي، وانا بحبكم جدا. ايه لو سمحت عايزة اسألك سؤالين. قولي. اول سؤال، انا كل ما بعمل كيك ما بينفش، يعني مش بيظبط معايا، بيطلع مش بينفش. بيطلع مش منفوش. طيب قوليلي، تقدري تقوليلي مقادير الكيكة بتاعتك بسرعة؟ طب استني بس. ايه قولي؟ انا بعمل كيك برتقال. طب قولي لي اللي بعديها. مش بتظبط معايا كتير، مش بتنفش معاكي. طيب طيب لو مش عارفه المقادير دلوقتي هقول لك تقريبا يعني انا بشك في ايه. طيب احنا الكيك اللي ما بيخلوهوش ينفش كويس ممكن تكون السوائل كتيره، يعني هي فيها سوائل كتيره خلتها ما تنفش. تاني حاجة، نوع الحاجة اللي بتستخدميها بيكنج باودر لازم يكون نوع طازة، ويعني مش حاجة قديمة، لان الواحد بيتخم بيشتري البيكنج باودر يفتكره كويس وما بنبصش على تاريخ الانتهاء وبنلاقيه لا مش كويس.
فنخلي بالنا من النقطة دي. طيب بس القوام بتاعها زي ما احنا بنعمله هنا، بيبقى القوام اللي بوريه دايما. يعني عايزاكي تشوفي اي حلقة طب من الحلقات اللي بعمل فيها كيك وشوفي عاملة ازاي، هتعرفي قصدي ايه. طيب انا بنزل كده يا دوبك، يعني الواحد بقى يفنن زي ما هو عايز. الكب كيك من الحاجات الواحد يقدر يفنن فيها جامد. يعني نزل كده شوية صوص حوالين داير، واللي بالصوص دي تبقى عليها مثلا شوية من البندق. ونعمل ايه كمان؟ خلاص نعم، هحط واحدة كريزة. بصراحة انا بحب الكريز جدا، شكله بيبقى حلو. حط واحدة هنا كمان كده. ده كمان الطبق ده خلص جميل قوي، وبالذات بقى الكراميل بقى بدل الشربات. طبعا الكريمة لازم تكون فيها سكر، عشان احنا محطيناش سكر في الكب كيك، الكب قصدي بتاع الكنافة. في حاجة بقى عايزة اوريها لكم، لو احنا اتبقى معانا سهل جدا ممكن يطلع معاكم من القالب متكسر، يتكسر منكم. دي هتحصل، حصلت لي. فهتعملوا ايه؟ تحطوها في كيس وتروحوا عاملينها بالشكل ده، خلاص هتتكسر معاكم. حلو جدا. تجيبوا كوبايات، نجيب مثلا كوبايتين كده، ونروح عاملين بقى طريقة الترايفل علشان ما نرميش الكنافة دي. مش عايزين نرمي خالص، عايزين نتعلم بجد كل حاجة نعمة، كل حاجة تستغل تاني، كل حاجة نقدر نعمل بيها يا حاجة تانية يا نأكلها لغيرنا، بس ما نرميش. أهم حاجة ما نرميش. والإهدار عموما يعني حرام، سواء بقى في مية، سواء في أكل، سواء في أي حاجة. الحنفيات اللي بتبقى مفتوحة، أو اللي بيرشوا مية في الشوارع، أو الكلام ده كله، بجد يعني المية دي حاجة سمينة جدا جدا، والكهرباء حاجة سمينة جدا. لازم نخلي بالنا ما يبقاش فيه الإكباس مفتوحة على طول، يعني اللي هي بتاعت الحاجات اللي احنا مش عارفينها. مثلا بيبقى اللي هو اسمه ايه، اللي هو البتاع اللي بنعمل فيه، اللي بنحط فيه كل الإكباس بتاعت الكهرباء، بيبقى شغال ومش بنبقى محتاجين مثلا، مش مشغلين الاكباس دي دلوقتي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان بتفضل تستهلك برضو في كهرباء من غير ما بنشعر، فده ملوش لازمه خالص. انا بحط بقى كده ونبتدي برضو ننوع. عايزين نحط كاسترد نحط. انا عندي هنا دلوقتي كده اهو بالشكل ده، ونكمل تاني طبقات نكملها. هعمل لكم واحدة علشان احنا خلاص قربنا نختم. تبقى الحاجة المقرمشة بقى مع الحاجة الكريمي، مع الحاجة الطرية الحلوة اللي هي بتاعت الكريز مثلا. يعني تقدروا تفننوا بسهولة جدا طبق حلو قوي من بواقي زي ما انتوا شايفين كده. نكمل بقى كده هنا. كده وخلاص نحط عليها الكريزه برضو اهو. اشوفكم في حلقه جديده يا رب، ومستنيه مكالماتكم بكره واسئلتكم، واشوفكم على خير. يلا باي باي.